السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأستاذ أحمد الحوت. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض منهج علوم الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وهندرس مع بعض الوحدة الثالثة اللي بتتكلم عن الكون والنظام الشمسي، وبها درس وحيد وهو برضو اسمه الكون والنظام الشمسي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس الكون والنظام الشمسي. ما هو الكون؟ طبعا الكون شاسع جدا، والشمس والأرض ما هما إلا جزء متناهي في الصغر من هذا الكون. يعني إيه هو الكون؟ هو الفضاء الممتد الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية. ما هي المجرات؟ هي مجموعات النجوم التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية، أو ممكن نقول تعريف تاني، هو تجمع هائل أو تجمع كبير لمجموعات من النجوم في شكل وتنسيق مميز. وحدة بناء الكون هي المجرة، وعدد المجرات في الكون حوالي 100 ألف مليون مجرة، يعني 100 مليار مجرة، وبتتجمع النجوم معا بتأثير الجاذبية مكونة المجرات، وكمان بتتجمع المجرات مع بعض بنفس الكيفية بتاعة النجوم وتكون لي عناقيد المجرات. فما هي عناقيد المجرات؟ هي مجموعات المجرات التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. يبقى المجرات هي مجموعات النجوم، لكن عناقيد المجرات هي مجموعات المجرات، وبتتخذ كل مجرة شكلا مميزا لها حسب تناسق وترتيب مجموعات النجوم فيها. ومجرتنا اسمها مجرة درب التبانة، بتاخد الشكل الحلزوني لأن النجوم فيها مترتبة في شكل حلزوني. وكمان مجرة درب التبانة بتحتوي على ملايين النجوم، من بينها نجم الشمس وهو يدور حول مركز المجرة في مدار ثابت، وبتتجمع النجوم الأكبر عمرا في مركز المجرة والأحدث عمرا في أذرع المجرة الحلزونية، وبالتالي الشمس نجم حديث العمر، لكن النجوم القديمة العمر موجودة في مركز المجرة. علل تسمى مجرتنا في الكون باسم مجرة درب التبانة، هنقول لأن تجمع النجوم بها يشبه التبن المنثور أو المبعثر، أو كمان مجرتنا بتسمى باسم تاني اللي هي مجرة الطريق اللبني، لأن تجمع النجوم بها يشبه اللبن المسكوب. النظام الشمسي هو الشمس وثمانية كواكب تدور حولها وأقمار، وبيتكون نظام الشمس من نجم واحد هو الشمس ويدور حوله 8 كواكب، وبتقع الشمس على حافة مجرة درب التبانة في إحدى أذرعها الحلزونية، وبتستغرق الشمس حوالي 220 مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز مجرة درب التبانة. يبقى دلوقتي الشمس بتدور حول مركز مجرة درب التبانة كل 220 مليون سنة، لكن كوكب الأرض بيدور حول الشمس كل واحد سنة بس، يعني 365 يوم مربع. قياس الأبعاد والمسافات بين المجرات وبعضها، طبعا المسافات بين المجرات وبعضها أو بين النجوم وبعضها كبير جدا، وبالتالي لا تقاس بوحدة الكيلومتر بل تقاس بوحدة السنة الضوئية. ومقدار السنة الضوئية بالكيلومتر هي حوالي 9.46 × 10^12 كيلو متر. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، أو هي وحدة تستخدم لقياس المسافات بين الأجرام السماوية. علل تقاس المسافات بين الأجرام السماوية بالسنة الضوئية ولا تقدر بالكيلومتر. السؤال ده مهم جدا وبيجي في الامتحان، هنقوله لأن المسافات بين الأجرام السماوية اللي هي النجوم يعني شاسعة جدا. علل بالرغم من امتلاء الكون بملايين النجوم إلا أنها لا تكفي لإضاءته، أنقول لأن بين النجوم بلايين الكيلومترات من الفضاء المظلم البارد. تمدد الكون، اكتشف أحد العلماء أن المجرات في حالة تباعد مستمر عن بعضها، وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم تمدد الكون. يعني إيه تمدد الكون؟ هو التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة لحركتها المنتظمة. وعشان نعرف تمدد الكون ممكن نجيب شوية دقيق وماء دافي وخميرة وزبيب وإناء زجاجي، وبخلط الدقيق والخميرة بالماء الدافي لأصنع عجينة من الخبز، وأغرس حبيبات الزبيب بهذا الشكل وسيب العجين في مكان دافئ ليتخمر. بلاحظ بعد كده ان العجين بينتفخ وبيتمدد، ويؤدي ذلك الى تباعد حبيبات الزبيب بمرور الوقت عن بعضها. الاستنتاج اذا اعتبرنا ان العجين يمثل الكون وحبيبات الزبيب تمثل المجرات، فان الكون يكون في حالة تمدد مستمر، ويستدل على ذلك من تباعد المجرات عن بعضها بمرور الزمن.
على الاتساع المستمر للفضاء الكوني، نقول لأن الكون يتمدد باستمرار نتيجة لحركة المجرات المنتظمة. علل تتباعد المجرات عن بعضها البعض نتيجة لحركتها المنتظمة. نشأة الكون، هناك تصورات عن نشأة الكون في العصور القديمة وهي مش عليكم السنة دي. طبعا في العصر الحجري قبل مئات آلاف السنين بدأت أولى تصورات الإنسان عن نشأة الكون وسيطرة الخرافة على فكر الإنسان. أما عند قدماء المصريين والبابليين اللي هم العراق يعني، تقدم الفكر وتطور العقل البشري وتم الربط بين أزلية الكون والآلهة المسيطرة عليه. وفي الحضارة الهندية والصينية ساد علم التنجيم، وعند فلاسفة الإغريق والرومان تم وضع نظريات تفسر الظواهر الكونية. أما في التصورات الحديثة عن نشأة الكون، وده هو المهم واللي بيجي في الامتحان، طبعا لم يكن أحد موجودا عند نشأة الكون ليروي لنا كيف نشأ الكون وما حدث حين ذلك، ولكن الاكتشافات الحديثة في علمي الفيزياء والفلك مكنت العلماء من اقتفاء تاريخ الكون منذ اللحظات الأولى لنشأته. ورغم تعدد النظريات التي تحاول تفسير نشأة الكون، إلا أن أهمها على الإطلاق هي نظرية الانفجار العظيم. يبقى هناك نظريات كتيرة، ولكن أهم هذه النظريات هي نظرية الانفجار العظيم. وكمان القرآن الكريم قد تكلم عن الانفجار العظيم، وبالتالي يعتبر هي النظرية الأصح من وجهة نظر المسلمين ومن وجهة نظر القرآن. فالله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى قال: أولم ير الذين كفروا، يعني الذين كفروا اللي هم غير المسلمين هم اللي هيكتشفوا نظرية الانفجار العظيم وهم اللي هيطلعوا هذه النظريات. فربنا بيخاطبهم وبيقول لهم: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ففجرناهم يعني وأنشأناهم من الانفجار، وكمان أنتوا اللي اكتشفتوا هذه النظريات أفلا تؤمنون بقى. فتعتبر نظرية الانفجار العظيم هي الأقرب للقرآن الكريم. علل تتعدد نظريات تفسير نشأة الكون بالرغم من عدم وجود أحد وقتها ليروي ما حدث. السؤال ده مهم جدا، قالون بسبب الاكتشافات في علمي الفيزياء والفلك مكنت العلماء من اختفاء تاريخ الكون منذ اللحظات الأولى لنشأته. نظرية الانفجار العظيم ديت كانت سنة 1933. فروض النظرية بتقول إن بداية الكون كان عبارة عن كرة غازية ضئيلة جدا في الحجم ومرتفعة الضغط ودرجة الحرارة. طالما هي الضغط بداخل الكرة عالي جدا، إيه اللي هيحصل؟ هيحدث انفجار هائل. وبالفعل حدث انفجار هائل لهذه الكرة منذ كام؟ منذ 15 مليار سنة، اللي هي 15 ألف مليون سنة. فتناثرت المكونات بتاعتها في الفضاء، وتبع ذلك عمليتين. ايه هما العمليتين؟ عمليتا تمدد وتغيير مستمرين حتى الآن. يبقى دلوقتي بيحصل تمدد وكمان تغيير في حجم الكون وشكل الكون إلى الآن. وتولد عن هذا الانفجار كل أشكال المادة والطاقة والفضاء والزمن، كل حاجة موجودة إلى الآن تولدت عن الانفجار العظيم. فما هي نظرية الانفجار العظيم؟ هي نظرية تفسر نشأة الكون من انفجار هائل منذ 15 ألف مليون سنة تولد عنه كل أشكال المادة والطاقة والفضاء والزمن. مراحل تطور نشأة الكون منذ لحظة الانفجار العظيم. لحظة الانفجار العظيم اللي هي رقم واحد، انفجرت الكرة الغازية التي نشأ منها الكون، وبدأت عمليتي التمدد والتغير في حجم الكون. وتاني حاجة بعد مرور عدة دقائق اللي حصل، ان اصبحت درجة الحرارة حوالي 10,000 مليون درجة مئوية، وكمان تلاحمت الجسيمات الذرية مع بعض اللي هي عبارة عن غاز الهيليوم والهيدروجين. هيليوم كان حوالي 25% والهيدروجين 75%، وهم اللي بعد كده كونوا لي الكون كله. بعد كده رقم 3، بعد 1000 مليون سنة تجمعت المادة اللي تكونت على هيئة كتل. بعد كده 4، من 2000 ل 3000 مليون سنة تكونت أسلاف المجرات وتباعدت عن بعض، وكان ما بينهم فراغات واسعة جدا وشاسعة في الفضاء. بعد 3 مليون سنة تكونت المجرات بأشكالها الموجودة حاليا، وبعد 5000 مليون سنة اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصي
الموجود حاليا، وبعد 10,000 مليون سنة تم ميلاد النجوم ومن ضمنها نجم الشمس، وكمان تبعها بعد ذلك الكواكب والمجموعة الشمسية. وبعد 12,000 مليون سنة تواجدت أشكال الحياة الأولى على الأرض. بعد 15,000 مليون سنة الكون الحديث اللي هو موجود حاليا. يبقى لحظة الانفجار العظيم انفجرت الكرة الغازية التي نشأ منها الكون، وبدأت عمليات التمدد والتغير، وبعد مرور عدة دقائق أصبحت درجة الحرارة حوالي 10,000 مليون درجة مئوية. بعد كده تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة سحبا من غاز الهيدروجين اللي هو 75% والهيليوم اللي هو كان نسبته 25%، وهما الاثنين دولت اللي هينتجوا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين. وبعد 1,000 مليون سنة تجمعت المادة اللي هي تكونت ديت في صورة كتل، ومن 2,000 ل 3,000 مليون سنة نشأت أسلاف المجرات بفعل الجاذبية تاركة مناطق من الفضاء الخاوي بينها. وبعد 3,000 مليون سنة بدأ تشكل المجرات، وبعد 5,000 مليون سنة اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصي، وبعد 10,000 مليون سنة بدأ ميلاد النجوم ومنها نجم الشمس، ثم نشأت الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية. وبعد 12,000 مليون سنة بدأت ظهور أشكال الحياة الأولى على الأرض، وبعد 15,000 مليون سنة اللي هو الكون بشكله الحالي. علل ترجع نشأة الكون إلى اندماج ذري، لأن بعد مرور عدة دقائق من الانفجار اندمجت الجسيمات الذرية مكونة سحبا من غازي الهيدروجين بنسبة 75% وغاز الهيليوم بنسبة 25%. علل ترجح الدراسات الحديثة صحة نظرية الانفجار العظيم، لأن إحدى سفن الفضاء الاستكشافية وجدت تفاوتا واختلافا في إشعاعات الكون الأولى مما يرجح صحتها، طالما في انفجار وبالتالي الإشعاعات اللي بتيجي بتكون مختلفة في أطوالها. مستقبل الكون، العلماء عملوا نظريتين، فبعضهم قال إن الكون مفتوح وبعضهم قال إن الكون مغلق. فأصحاب نظرية الكون المفتوح بيقولوا إن الكون سيستمر في حالة تمدد لا نهائي دون أن تتوقف وأنه لا نهاية محددة له، بينما أصحاب نظرية الكون المغلق قالوا إن الكون سوف يتوقف عن التمدد ويبدأ في التقلص مرة أخرى حتى يصبح حارا جدا ومتراصا، يعني يعود إلى حالة الكرة الغازية التي نشأ منها مهيئا نفسه إلى انفجار عظيم آخر، يعني هيتمدد تاني. على الاختلاف العلماء حول مستقبل الكون، هنقول لوجود فريقان من العلماء، إحداهما يرى أن الكون سيستمر في التمدد اللانهائي، والآخر يرى أن الكون سيتوقف عن التمدد ويبدأ في التقلص حتى يعود إلى حالة الكرة الغازية التي نشأ منها متهيئا لانفجار عظيم آخر. وكده يكون انتهى الجزء الأول من هذا الدرس، يا رب تكونوا استفدتوا معنا بهذا الدرس. شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير للدرس، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإنستا أحمد 4 الحوت. أيضا هسيب لكم رابط الدعم على موقع باتريون في صندوق الوصف، ونرجو منكم دعم القناة لكي يستمر المشوار القناة معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.